نهايه تقدير للسيد جاريث ساوث جيت في عز ما الراجل ما كان هيتهان وكان هيتشتم وكان هيبقى مصدر سخريه للعالم كله في مشاركته لرحيم ستيلينج في كل المباريات الا ان الراجل كسب الرهان. والله الراجل فعلا كسب رحيم ستيلينج. الراجل جايب لعيب كان بيقدم موسم سيء جدا مع فريقه مانشستر سيتي وحطه جوه الملعب اساسي في المباريات كلها. خمس مباريات اهم واحد فيهم رحيم ستيلينج جوه الملعب، اخطر واحد في الملعب بالنسبه للمنتخب الانجليزي رحيم ستيلينج، اكتر واحد قريب للتهديف في المنتخب الانجليزي رحيم ستيلينج. رحيم ستيلينج قادر يشيل المنتخب في عز ما هاري كين مش قادر يشيل الفريق. في عز ما هاري كين بيدور على نفسه ذهنيا وبدنيا، رحيم ستيلينج كان قادر ان هو يطلع المنتخب الانجليزي من ماتشات كانت صعبه جدا بثلاث نقاط. شابو بصراحه جاريث ساوث جيت، شابو لان انت عملت رهان كان صعب وخطير جدا انك تجيب لعيب مقدم موسم سيء، لعيب على انتقادات كتير جدا اعلاميا، وتحطه جوه الملعب وترجع له الثقه، فالراجل يكافئك ويديك ثلاث نقط في ماتشات كتير. والراجل النهارده المباراه اللي فاتت واحد من اهم اسباب صعودك قدام تشيك، لان الراجل هو اللي سجل هدف المباراه الوحيد. والراجل برده النهارده في عز ما المباراه بتكون معقربه جدا، انت كساوث جيت ساعدت الفريق جدا بعد ما نزلت جاك جريليتش. وفكره جاك جريليتش على فكره هي حاجه سلاح ذو حدين، ممكن تقول ان جاريث ساوث جيت بيغلط ان هو ما بيلعبش جريليتش من اول مباراه، بس ممكن جريليتش يكون لعيب مناسب جدا كلاعب كتغيير، ك 20 دقيقه ينزل يعمل لك الفرق، 20 دقيقه ينزل يعمل لك اسيستين يخلص لك المباراه، انما ممكن تحطه في الملعب من اول دقيقه تلاقيه بيقدم مردود سيء واداء سيء جدا. فممكن تلاقي ان موضوع انك تنتقد مدير فني على ان هو ما بيلعبش حد اساسي، الموضوع فيه مشكله، لان في لعيب فعلا ممكن يديك 20 دقيقه فقط لا غير، انما صعب انك تحطه اساسي. وده اللي جاريث ساوث جيت حاطط الفكره دي على جاك جريليتش. هو بيحبش ان هو يبدا بجاك جريليتش، هو بيحب ان هو يدي جاك جريليتش في نص المباراه علشان خاطر الراجل صنع العاب صريح، اللي هو انت هتقعد تذاكر المباراه وانت قاعد بره تنزل تعرف نقط ضعف المنتخب او الفرقه اللي قدامك دي عامله ازاي. وده بالظبط اللي عمله النهارده ساوث جيت. ده بالنسبه لحته جاك جريليتش. اما بقى بالنسبه للبدايه ب 3 4 3 فالراجل ما عندوش اي مشكله، ودي ميزه انك يكون عندك لعيبه كتير موهوبه وعندك اسماء كتير مستعد ان انت تلعب باي تشكيله واي طريقه لعب، وهتلاقي ان هم معاك زي الملبن بيتغيروا زي ما انت عايزهم بالظبط، عندك لعيبه موهوبه كتير. منتخب المانيا بيلعب على الاطراف، بيلعب له بال 3 4 3 بتاعته اللي هو بيحب يلعبها، ونقطة قوته موجوده على جوشوا كيميتش وكمان الناحيه الثانيه على جوسنين. طب تمام، انا هلعب بكايل ووكر وقدامه هيلعب كيرين تريبيير، وهلعب كمان بهاري ماجواير وستونز، وقدامهم هيكون في لوكشو ناحيه الشمال، وهلعب كليفن، وكمان هيكون معاه ديكلان رايس وهاري كين ورحيم وبوياكو ساكا، علشان خاطر بحاول استغل سنه البطء اللي موجوده عند الدفاع بالنسبه للمنتخب الالماني. افكار كويسه، افكار معقوله، افكار تقدر تقول عليها ان هي حد واقعي، حد مش الكره الجميله هي شعاره في عالم كره القدم، لا هو الراجل واقعي بيحاول ان هو يكون صاحب النفس الطويل جدا علشان خاطر في عز ما المنافس بتاعه بيدور على المكسب تلاقيه هو خلص المباراه بهدف وقدر ان هو يسرق المباراه. ده اسلوب السيد جاريث ساوث جيت. علشان كده جاريث ساوث جيت مش من المدربين اللي هو تلاقي ان في ناس كتير قوي كانت بتحبه او ناس كتير كانت بتعلن على نجاح المنتخب الانجليزي، لا بالعكس كله كان بيقول لك ان الراجل ده هو المشكله فيه والمنتخب الانجليزي كان محتاج مدرب وكلام كتير جدا. في وقت من الوقت صدقت الكلام ده ونسيت جاريث ساوث جيت كان بيعمل ايه، بس لما رجعت اتفرجت على البطوله تاني، لا يا جماعه جاريث ساوث جيت مدير فني مميز، مدير فني بيعرف ياخد الماتشات وهو واقف على الخط، وده اللي الراجل عمله النهارده. ماتش صعب مع اقرب تغييره، نزل جاريث جريليتش خلص المباراه، بص للوكشو، لوكشو كروس خلاص سجل رحيم ستيلينج الهدف الاول. منتخب الالماني خلاص تايه، ما عندوش اي اسلحه موجوده على الدكه. هتقول لي ساني وجنابري موجودين على الدكه، هقول لك ما يفرقوش قوي في ماتشات زي دي، لان ساني وجنابري شفناهم من الماتشات الكبيره في دوري الابطال كانوا عاملين ازاي. فكمان يجي لك هاري كين علشان خاطر يسجل الهدف الاول ليه في البطوله، الهدف الاول بيشيل الضغط من عليه علشان خاطر يخش المباراه الجايه وهو مرتاح تماما، وينهي المباراه ب 2-0. بصراحه شابوه برده جاريث ساوث جيت. هتقول لي يواكيم لاف، اقول لك هي دي اخر تجربه المنتخب الالماني مع السيد يواكيم لاف، وهو ده اخر حاجه تقدر تقول دي اخر رساله او اخر من الطريق للسيد واكيم لاف مع المنتخب الالماني. خلاص التجربه انتهت تماما، والتجربه خلاص محتاجه بدايه جديده، وده فعلا اللي هيحصل، لان هم مخلصين مع هانز فليك من قبل اليورو ما يبدا، لان هم كانوا عارفين بالواقعيه الالمانيه ان المنتخب ده مش هيوصل لبعيد في اليورو وقد كان. عزيزي بقى لو عجبك الفيديو معلش ممكن تعمل لايك، او لو ما عجبكش ممكن تعمل ديسلايك، مع ان في ناس بتزعل ان انا بقول لو الفيديو ما عجبكش اعمل ديسلايك، مع ان بشوف ان الناس ممكن تكون حره ان هي تعمل لايك او ديسلايك او تشتم في كومنتات او تقول كومنت ايجابي، بس المهم ان هي تعمل حاجه وتتجاوب معانا.